دين إدانة شديدة جدا، ونعتبر هذا نوع من السلوك المجاني الهمجي. احنا الشعب المغربي كيخلص الضرائب ديالو خاصة غير المباشرة باش يتحقق له واحد النوع ديال الاستقرار والأمن التعليمي والصحي والغذائي والى اخره. فإذا بنا هاد الفلوس اللي كتجمع الدولة من الضرائب جيوب المواطنين كتمشي كتشري بهم ادوات القمع باش تمشي انها تعنف بهم هاد المواطنين اللي دافعي الضرائب. هذا سلوك يجعل الدوله في مسؤوليه كبيره انها خصها تحمي المواطن، فاذا بها كتهدد الحياه ديال هذا المواطن. وهذه علامه استفهام كبيره على الدوله المغربيه ودورها وظيفتها الان وفي المستقبل القريب. نندد يعني مع كلمات التنديد لا تسع ما حدث ليله البارحه، يعني سالت يعني شوارع الرباط سقيت بدماء الاساتذه في هذا المغرب ديال 2019. يا للعار ثم يا للعار ثم يا للعار. اين هو وزير حقوق الانسان؟ اين هي منظمات حقوق الانسان؟ ليله سوداء بكل ما تحمله الكلمه معنا. هناك الآن مستشفيات الرباط ملأ بالجرحى والمصابين من الأساتذة، عدد كبير منهم يرقدون في العناية المركزة وفي الإنعاش. أب أستاذ الآن يصارع ما بين الحياة والموت بعد أن تعرض لضرب خطير على مستوى الرأس. العار لهذه الدولة التي تتعامل مع أساتذتها بهذا المنطق. بدل أن تفتح قنوات الحوار تم إلغاء جلسات الحوار، واعتمدت الدولة ما تتفنن فيه وهو المقاربة القمعية ضد فئة اجتماعية من أبناء شعبها التي ليس لها إلا مطلب عادل وهو إسقاط ملف مشروع التعاقد الذي كما يعلم الجميع يهدف إلى القضاء على مكتسبات الشغيلة التعليمية. ومن هنا أوجه ندائي إلى جميع الأساتذة، معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هي معركتنا جميعا. غدا أو بعد غد هاد ما يسمى بين قوسين الإصلاحات التي تهدف إلى القضاء على مكتسباتهم ستطالنا نحن جميعا. أتمنى أن الأساتذة يترجلوا بهذه العربية التعراب، يترجلوا. ما عند التشي معنى أن شي واحد يشبر القسم ديال شي أستاذ مضرب. هذه دناءة، هذه خسة، هذا انحطاط. ندعو رجال التعليم ألا ينخرطوا في هذه الأفعال المشبوهة. معركتنا هي معركتنا جميعا، سنمضي فيها نحو الأمام، لأنه ما لا يؤتى بالنضال لا يؤتى إلا بمزيد من النضال. بخصوص التعنيف البارحة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أولا يضرب في العمق الشعارات الرنانة التي تروجها الدولة على مستوى حقوق الإنسان وعلى مستوى الساحات الدولية في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بكون أن المغرب دخل عهدا جديدا، عهد الإنصاف والمصالحة والحفاظ على القيم الكونية حقوق الإنسان. لكن ما نراه في شوارع هذا البلد السعيد يوميا من سحل وتنكيل بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة بشكل عام يكشف بشكل جلي بأن الدولة لا زالت تتعامل بنفس المنطق الماضي، منطق الجمر والرصاص. بالنسبة لما وقع يعني ليلة البارحة، يعني نحن كجامعة وطنية للتعليم في التوجه الديمقراطي فرع طنجة أصيلة نستنكر ذلك التدخل الهمجي الذي طال التنسيقية في اعتصامهم أمام البرلمان، وهو تدخل يعني غير مبرر تماما على اعتبار أن الاعتصام أو المسيرة كانت سلمية سلمية سلمية. وأيضا ندين تعاطي الوزارة التي لم تلجأ إلى الحوار وقنواته وأيضا ضوابطه التي تعطي إمكانية حل الملف بشكل إجرائي عملي وليس بشكل مقارباتي أمني لا أقل ولا أكثر. ونحيي التنسيقية الوطنية الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد. يعني نعلن تضامننا المبدئي ولا مشروط، ونعلن رفضنا للمقاربة الأمنية التي تتعامل بها يعني الدولة مع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، لأنهم يعني مطالبهم مشروعة ومطالبهم هي مطالب الشعب المغربي ككل. كل من يدافع اليوم عن مدرسة عمومية عن تعليم يعني يخدم
جميع الفئات ولا يخدم طبعا فئة يعني على لحساب فئة أخرى، فهو طبعا يحس بمدى المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم، إضافة إلى تعاقد احنا يعني طيلة يعني سنوات الاشتغال ونحن نعيش يعني في نوع من المشاكل التي لا يعرفها ولا يجابهها إلا رجل التعليم ويعني نساء التعليم. طبعا يعني لا أتحدث عن قلة المدارس وعن يعني إغلاق بعض المدارس وعن عدم فتح بعض المدارس، يعني فهنالك تماطل كبير من طرف يعني الدولة في هذا القطاع باعتبار طبعا تلك السياسات اللا شعبية التي لا تخدم مصالح الأغلبية بقدر ما أن هنالك ضرب لقطاع التعليم العمومي لصالح قطاع التعليم الخصوص. إذن إلى أين؟ الكل يشتكي، أساتذة يعني كل من هو ممارس في قطاع التعليم أو له أبناء في التعليم، فهو حتى من يدرسون أبنائه في القطاع الخصوص يعني فهم يعني يتضرعون للخالق. لماذا؟ لأنهم قد جميع أجورهم يعني نصف الأجر يذهب إلى القطاع الخاص. هذه راه مهزلة حقيقية. شوف أي دولة يعني متقدمة الأجر فيها كيوصل حتى ل 20,000 درهم، هذاك اللي كيوصل الأجر 20,000 درهم راه ما يمكنلوش يقري ولدو، كتوصل يعني ابن واحد حتى ل 5,000 درهم. هذا إضافة أنهم يعني طبقوا سياسة التشغيل بالعقدة التي لم تأتي بشيء إلا زيادة الهشاشة وزيادة يعني تدمير يعني رمزية الأستاذ ورمزية التعليم بصفة عامة. يعني سير الأبسط مدرسة يعني من الابتدائي حتى الثانوي تجد بأن الأساتذة أصبحوا يهانون، يعني لم تعد لهم يعني كرامة الأستاذ.